مرحبا، معكم سامي كورجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. اليوم حنتعلم اشياء جديده بخصوص التولز يلي شرحنا عنها اول حلقه. حنتعلم على كل وحده شو بتعمل وشو في بعض اشياء فينا نستفيد منها. فجمب على البريمير، خلينا نحكي هلا. هون مثلا انا عندي التايم لاين اللي كنت عم بشتغل فيه من الاول، خليني ارجع للاول. في شورت كات لنرجع كل شيء. هيدي مثلا الاول، مثلا انا كنت هون وهيدي هون. خليني بدي ارجع للاول، في على الكيبورد كبسه هوم بترجعني للاول، واذا بدي ارجع بدي اروح للاخر، مش مطرح ما كنت بس لاخر البروجكت، بكبس اند بترجعني لهون. طيب هوم، حفوت زوم ان. هلا شورت كات زوم ان زوم اوت انا بالكيبورد انا بستعملها، بكبس الت وبالماوس بالويل يا برجع لورا هيك لتحت، يعني بعمل يعني جربوها انتو، مش رح لكم حتى انتو تجربوها. اذا لبعيد زوم ان، لقريب زوم اوت. فا الت بالويل، الت زائد ويل، زوم ان زوم اوت يعني. فا هذه كمان شورت كات. طيب فاليوم رح اتعلم التولز. انا اذا بدي مثلا قربت هذا الفيديو لهون ومحيت هيدا الفراغ، رجعت كل شيء اول. طيب بدي رجع مثلا اللي محيته، قلت غيرت رايي مثلا، ما فينا مثلا اكبس كنترول اي وامسك هول رجعهم واعمل هيدا رجع لورا، لا بكي كلها سوا. خلينا اعمل كنترول زد. في بالكيبورد بكبسة بي بتعطيني شورت كات لون اصفر، اذا برجع لهون اصفر يلي هي هذه التول اسمها ريبل اديت تول. احفظوا البي. شو بتعمل هذه هذا الشيء؟ هذا بترجع لي مثلا يعني شو في بالاول مثلا، بدون ما انا اعمل زيح، يعني بدون ما انا زيح كل شيء ورجع لورا. فهيدا كتير بتسهل الشغل. مثلا انا بكبسها وبقدر رجع لورا. طيب هلا انتم ما عم تشوفوا انه عم ترجع، بس اذا بتلاحظوا في هذا الشيء رمادي اللي هون، فاذا برجع بيعطيني ماينس وهيك بلس، فانا هيك عم برجع اللي ورا. واذا بتلاحظوا الديوريشن لحد هون وقت الفيديو قديش عم بيجي وقد عم بحط. مهم خلينا نحكي مثلا بدي رجع شوي لورا، خلينا رجع للاخر او رجع شوي منه. فبرجع شوي بتلاقوا رجع وكل شيء قرب لبعض منه. هيدي شورت كات كتير مهمة، انا كتير بستعملها وبكبسة بي بي بترجع او من هون، بس انا دغري بشتغل شورت كات بي يلي هي هذه الريبل اديت تول. فيني ارجع مثلا للفي يلي هي السلكشن تول وبشتغل عادي، بكبس سبيس بشوف شو صار. اوكي كتير زمان. كمان هون السحر بصير كمان بكبسة بي. مثلا انا بدي شيل منه مثلا من هون لهون، ما بدي اياهم هولي، بدي اياها من لما بلشت تعمل مياو. اوكي من هون فيني بدل ما انا مثلا شوف شو بصير. مثلا اذا انا عملت سي كات وجيت هيدي دلتها عملت لها ديليت يعني، وجيت عباد الفراغ وين الافكتس راحوا؟ خليني ارجع اعمل كنترول دي كنترول زد اندو يعني. فيني بي بكبسها هون بخدها لهون بشيل ايدي دلون الافكت والبسينة موت مطرح ما بدها تبلش هون، يعني انا مطرح ما انا اخترت بدها تبلش من هون. تمام اوكي كنترول زد. فيني كمان سوري كنترول شيفت زد ريدو بس رجعت لهون. فيني كمان هون بما انه انا بدي اروح كل شيء هول بكبس كيو اللي هي قلناها بالحلقه السابقه كيف نعمل كات سريع ونعبي الفراغ. فامتى بفيدني البي اللي قلت لكم عنها؟ بتفيدني بهذه اللحظه بهذا انه بدي اشيل هول لورا، او فيني رجع، بس انا بتفيدني اكثر بهاللحظات يعني هون انه انا بدي ارجع لمحيطه. فبكبس وبرجع لورا، بدلهم الافكتس موجودين
وبرجع لي كل شيء لمحيط هون من ورا. فهيدي كتير مهمة كتير مهمة، احفظوها البي اللي هي ريبل ادد تول، احفظوها البي هي انا بدي رجع او امحي منه، او انه بدي يعني المحيط قصيتهم بدي رجعهم بدون ما انا ارجع ارتب، فهو بيرتب لي كل شيء مثل ما هو كان. بعمل زوم اوت، فانا عندي شيء كمان هلا مثلا افترضنا بدي هول كل لون، بكبس في سيلكشن تول بعلم عليهم بدي هيدي كله نزيحهم لهون. طيب فيني لخص كل هالشغل علي انه اعمل سيلكت وزيح كل شيء، يمكن اذا بدي احط مثلا فيديوهات لاندسكيب بيناتهم مش لهالدرجة، بس انه بدي احط فيديو هون مثلا شو بعمل. طب خليني سوري كنترول زد، خليني بدل ما اعمل سيلكت وزيح يمكن يكونوا كلهم كبار، ارجع زوم اوت اعمل سيلكت هول كلهم، زوم ان وارجع هول. شو بعمل؟ بالكيبورد كبسة اي او بيجي لهون يلي هي هيدا الايكون، فبيكبس اي بيتعلم هيدا الايكون. شو بفيدني هيدا الايكون؟ اذا انا بدي زيح هيدا كل شيء لبر لبعيد، فبيكفيني انه بس بدي زيح من هون، فبيكبس كل شيء بعلم لي من هون وكل شيء للاخر، يعني هو اوتوماتيكلي بعلم كل شيء للاخر، بزيح معه كل شيء لورا اذا بتلاحظوا، فبزيحهم لهونيك بحركهم من محلهم بشيل ايدي، صار عندي فراغ هون وصار عندي هول كل شيء راحوا لورا. ساعتها بهاللحظة انا بدي احط هذا الفيديو بيناتهم اوكي، وهذا الفراغ بتعرفوا كيف تشيلوه، بكبس هون ديليت بكبس هون ديليت، فعندي هذا الفيديو جديد نزل على التايم لاين. رحبوا بالفيديو الجديد على التايم لاين، بلا ما ننتهي يا صبي خلينا بالدرس. اوكي هلا اللي تعلمناهم اليوم شورت كاتس كتير مهمين، يعني مثلا بهذا الفيديو اللي هو بعدنا ما عملنا كات من اوله، انا حنكبس بي يعني ما هي مكبوسه بي، اذا برجع لورا ما هو على الاخر، فبقدم لقدام فبوصل لهون، بدي من هون بشيل ايدي دغري عبى الفراغ لحاله. نفس الشيء يلي اذا كبست كيو، بس البي قلت لكم بنستعملها مثلا عملت خليني رجع او كات سريع كيو، بدي رجع شوي منه بكبسة بي بعمل هيك ودراك لورا شوي برجع اللي بدي اياه منه. هلا هون تلاحظوا على هيدا المونيتر اللي هون، اذا بكبس بي بيعطيني الصورتين، فانا حبلش زيح هلا او حرك الماوس بيعطيني هيدا الصورة اللي هون اللي هو الفيديو اللي قبل منه، والفيديو اللي على اليمين اللي هو اللي انا بحرك فيه اللي هو على يمين دالكن شغلي هون، انا بدي اشتغل هون، فهذا الخط التماس خلينا نحط هون خط تماس، هذا الخط التماس هذا الخط الفاصل بين هذا الفيديو وهذا الفيديو، لانه انا عم بشتغل هون راح اكبس هذا الفيديو وبدي صغر شوي، فبتلاحظوا انه عم يتحرك الفيديو اليمين اللي هو انا على اليمين عم بشتغل فيه، عم بحرك منه او عم بعدل الوقت تبعه. بنفس الوقت اذا بدي احرك بالفيديو اللي على شمال الكورسر يلي هو هذا الخط التماس، فهيتحرك الصوره اللي على اليمين بنفس الوقت لانه هذا بريفيو. اذا هون بدي اشتغل بهذا الفيديو حيعطيني الصوره على شمال يلي هو خط التماس هون، حيعطيني الصوره الشمال سوداء لانه ما في شيء قبله، هيك نفس الشيء. اذا بدي اعمل اي يزيح هول نفس الشيء هون حيعطيني الصوره اللي على اليمين، يعني هذا الخط التماس حاشتغل هون حيعطيني الصورة اللي على اليمين سوداء وشمال اللي حتشتغل. تمام ما توجعوا راسكم فيها، بس عم بعطيكم معلومات انه شو هذا اللي عم نشوفه. كتير مهم انه مثلا نكبس ونتطلع على البريفيو، انا بدي من هون لما بلشت حركة الكاميرا هيك بهالشكل اوكي بدي اعمل فايد ان. هلا رح اعلمكم كمان شورت كات جديدة كيف بدي اعمل انا فيد بشكل سريع. في بالكنترول دي انا بدي احط اول شيء هذا الكرسر مطرح ما بدي احط الفيد، فبكبس شيفت حتى يساعدني بالستيك انه تجي هيك دغري تركب بيناتهم، لازم اكبست شيفت حتى تعذبني شوي اذا انه حتى علقها مظبوط، فبيكبس شيفت وبحرك الهيدا فدغري بيعمل هيك بيلزق دغري هون بساعدني، بشيل ايدي من الماوس قبل الشيفت
لانه اذا بشيل الشيفت قبل ممكن نزيح. تمام، بيكبس شيفت هون وبيكبس كنترول دي بتعطيني فايد دغري. شفتوا ما اسرع وشفت ما احسنني معكم. ما عملت سبسكرايب، عملت سبسكرايب. اوكي منيجي للسلكشن تول بالفي، انا بعمل سلكشن تول هون دايما. سلكشن تول اهم شيء حتى ما نخبص الفيديو. بلاحظ انه صار في عندي فيد. بيكبس بلاي لحتى اشوف شو صار. تمام، فيني مثلا اقصر وقت الفيد مثل ما قلت لكم، نكبس عليها ومن طرفها منصغر شوي هذا المستطيل لحتى يصير الوقت سريع. بنشوف شو عم بصير. اوكي صار عندي فيد. طيب في كمان شورت كات رح اعلمكم اياها كيف تعملوا فيد للصوت بدون ما تفوتوا على الافكت وهيك قصص. فاهم شيء تكونوا معلمين برا، يعني ما يكون مثلا معلم شيء افكت مثلا او مثلا انت كابس هون وانت بدك تطبق هالشيء. مثلا اذا انا حطيت الكورسر هون بدي اعمل انا فيد مثلا بالكنترول دي، وانا بالغلط كنت كابس على الصورة هيدي. تمام، انتبهوا لهذا اللون الازرق، معناته هذا اللون الازرق انا مثلا عم بعمل الاوردر بالكيبورد لهالشي هون. فانا شغلي بالتايم لاين لانه بدي احط الافكت على هذا الشي، وهذا الشي موجود بقلب التايم لاين، فلازم يكون انا مضوط تايم لاين. فاذا انا بكبس كنترول دي مثلا، هلا كنترول دي لو كبست لبكرة ما حيطبق الفيد، غير ما اكون كابس انا على هون، يعني هذا مضوء ازرق وهيدا موجود بيناتهم وما في شي معلم. بكبس كنترول دي لحاله بيجي. لا اجى لهون هالشي قلت لكم بكون هذا الفيديو هون اخره. فاذا بكبس بي مثل ما قلت لكم بترجع كل شي مثلا بعد هذا يعني اللي رايح منه ما في شي، يعني برجع بنفس الفيديو هون هذا اخره. تمام، نفس الشيء بالصوت مثل ما قلت لكم في شورت كات بدي يكون بالنص تماما هون بكنترول شيفت دي مع بعض بيعطيني الفيد تبع الصوت يلي هو الكونستانت باور. فشوف الصوت اعطيني فيد بشكل ما انه ما رحت على الافكت، ما رحت على الاوديو ترانزيشن وكروس فيد وعملت دراج اند دروب لهون، ما انا فيني اعملها. بس اهم شيء الشورت كات لحتى تساعدوا حالكم بالوقت والقعدة على الكمبيوتر بتوجع الكتاف والظهر. اوكي، من بعد ما تعلمنا انه كيف نحط فيد للصوت بشكل سريع كنترول شيفت دي، قلت لكم اوقات بكون مثلا الصوت هون اوطى من اللي بعده، بكون الامبيانس مثلا مختلف، فالليفل تبع الصوت مختلف. خلينا نشوف هون الصوت كيف. اوكي نوعا ما انه هذا اعلى من اللي قبله بشي بسيط. فكيف انا بدي اعدل الصوت وهذا الشيء حنتعلمه هلا. نطلع نرجع للبريمير. في عندي هذا الفيديو هو صوته عالي، يا انا بدي وطي هيدا او بدي اعلي هيدا. خلينا نعلي، واهم شيء تراقبوا هون على هذا الاوديو ميتر نشوف هذا الصوت مثلا لازم اعليه ولا هذا لازم وطيه. فحامل بلاي، خلونا نراقب الليفل تبعه وين عم يوصل. فهرجع من هون من الاول وانتبهوا لهون. حاكبس بلاي، اوكي هلا شفتوا انتم بهالخبيط اللي هون صار، طلع الليفل لهون. بس شو بدنا بالخبيط اللي صار هلا، لانه عم مثلا هذا المايك لانه عم بهز كان انا عم بمشي. فحشوف الاجمال انه الصوت الامبيونس هو هون، وهلا حعمل بلاي لشوف الامبيونس الثاني. انا بعد الماوس فوق الاوديو ميتر على نفس الليفل، حشوف الامبيونس تبع الفيديو الثاني وين عم بصير. اوكي لاحظتوا الفرق من هون لهون، يعني انا فيني اعلي الفيديو رقم واحد. كيف بدي اعلي؟ بالافكت كنترولز. ماشي، هلا اذا مش موجود مثلا كلوز هذينا مش معتبره مش موجود بالويندوز افكت كنترولز، ف
بيطلع ببين دغري. في عندي شيء اسمه موشن يلي هو اذا حدو هذا الشيء فيني اكبس خبي كل شيء. اوباسيتي يلي هو قلنا لكم شفافية الصورة، فيني مثلا وطي علي اوكي. حالكم بعدنا شو هذا اللي طلع لهون، خلينا نعلم عليه نمحي. حوطي هاي انه نلخص الصورة بلاها العجقة. في عندي تايم ريمابينج حنشرحها بعدين. في عندي الفوليوم هذا اللي بيهمني هلا، بكبس السهم لهون لحتى وطي. في عندي الليفل، ففيني اكبس هون، في عندي هذا السلايدر، وفيني من هون يمين شمال بدلني كابس ويمين شمال بقدر اتحكم بالصوت. فهون كبسة ريست او ريست ككل، خليني اعمل ريست. فبدي اعلي، فشو بعمل؟ بعلي شوي هيك لهون فبيطلع الصوت تقريبا. فيني وطي، بس هون بدي انتبه شغلي. هلا اذا وطيت بدي انتبه هالشغلة هون، والمفروض حاشرحها بعدين هالشغلة يلي هي الكي فريمينج، انه هذا الشيء اللي طلع سألتكم هذا او سألتوا حالكم شو هذا اللي طلع هون. فشو حقيقة شو هذا؟ هذا هون في شيء اسمه ستوب واتش يلي هي بتعمل الكي فريمينج تبعون هولي. هولي الشيء بيستعملوه هون ل مثلا خلينا نشوف الليفل داتا تاعيته هون 3.9 اما هون 2.3. فهذا الشيء بينعاد مثلا من نوع الانيميشن او مثلا كي فريمينج، هو بالملخص كي فريمينج. فينا نعمل مثلا يعني نعمل فاليو بهالنقطه تتحرك الفاليو لنقطه تانية. طيب نحن عم نحكي بقلب الصوت هون، فهذه النقط عباره عن نحرك الصوت. خلينا ما كتير نغوص بهالموضوع لانه حنحكي فيهم بعدين بشكل مفصل. اذا انا بدي اخلص منهم هولي، فبكبس على الستوب واتش، اذا كل شيء لونه ازرق معناتها turned on يعني مشغال. فبكبس على اللي حوله رمادي بيقول لي this actually exists and do you want to continue. اوكي لانه ما بدي اياهم، فخلص هيك بطل عندي. فبتحكم بالصوت خلص بشكل الصوت كله. فبرجع بعيد نفس الليفل ما صار شيء، صوت ما نفس الليفل كمان من قبل وبعد. فمن هالشيء كمان نفس الوقت هون اذا بكبس على هذا الفيديو بيطلع لي الاوديو، واوتوماتيكلي هو اصلا باي ديفولت لما اكبس على بدي اتحكم بالصوت اوريدي هي حتكون تيرند اون. فبرايي انا بكبسوا عليا يعني طفوها وتحكموا بالصوت، لانه الصوت ما بيقدر نطلع وننزل مثلا لانه يمكن بلا انتباه. خلينا اعملها تيرن اون مثلا. على وطت شوي، واطي بدي اعلي شوي كمان عالي وطيته. فرايكم هون شو صار؟ صار هون يعني اذا مثلا تبلغت بالموضوع مثلا هون عليته كتير بين الفرق. فهذا الشيء مستحيل يقطع اذا عم تشتغلوا صح. فبقلكم انا دغري طفوه اذا قالكم هالشغله يعني انا هذا ديس اكشن يعني في عندي داتا هون حطيتهم. فا اوكي خليني ارجع صفرهم كلهم سوا واشتغل من جديد بليفل واحد لكل الفيديو حتى ما ضيعكم اكثر. ما بدي حملكم كتير داتا على راسكم. فتعلمنا اليوم كتير اشياء مهمة وبتفيدكم لبعدين. حاكتفي هون بهيد الحلقة وحنكمل كتير اشياء مهمة لانه عم نغوص شوي شوي بالبريمير. فتخيل حالك انت بتالت حلقة وقدرت تعمل اديتنج لفيديو تحطهم ورا بعض، تشتغل اشياء للسوشيال ميديا تبعك او على الفيسبوك، او انه عم تشتغل شيء يوتيوب، سجلت حلقة عم تعمل فلوج او شيء. انت وصلت لهالمرحلة بتالت حلقة بس، ولبعدين صدقني حيصير عندك شغل paid، ممكن تعمل شغل الك خاص. ف
اللي بدي اياه منك تعمل لي سبسكرايب، لما منك اعمل سبسكرايب، تعمل لايك شير كومنت، شير هالفيديو، ما بعرف، عمل لي سبسكرايب ورفقاتك يعملوا لي سبسكرايب. محتاج كتير لدعمكم لحتى اقدر اكمل، وانا عم ساعدكم وبعدنا عم ساعدكم، فما وقفنا لهون، حنكمل، بشوفكم الحلقة الجاية.